أحسن الله إليكم. هذا سائل يا فضيلة الشيخ يقول: ما حكم تأخير الحج مع القدرة عليه؟ يحرم هذا، حج الفريضة يحرم تأخيره إذا كان يقدر عليه. قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن أركان الإسلام حج بيت الله الحرام، والأصل في الأمر الفورية، ولا يكون على التراخي إلا بدليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا حج هذا البيت، إن أحدكم أو تعجلوا حج الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. نعم.